يعود الوداد بفضل آلاف الأنصار لتسجيل هدف التعادل. أيوب سكوما والتحضير لأيوب الخالقي، الأيوبان حاضران لتسجيل هدف التعادل أمام فرحة الأنصار. الأنصار الودادية تنتعش أخيرا مع بداية هذا الشوط الثاني. لكم الحق أن تفرحوا لأن موقعة كبيرة جدا، والهدف في مرمى الأهلي في مرمى نادي القرن يساوي الشيء الكثير. هذا هو أيوب، يرفع الكرة بشكل ممتاز والرأسية البديعة لم تترك أي حد لحارس مرمى الأهلي. نشاهدوا اللقطة مرة أخرى، هذه الضربة الرأسية، أعطينا الإعادة مرة أخرى من هذه الزاوية. فعلا ضربة رأسية ممتازة لم تترك أي حد لحارس عبد الرحيم بن كشان. النسعة الهجومية تحضر مع المدافع بن كشان، حقك أن تفرح، افرح بهذا الهدف، عنده قيمة عنده وزن أمام نادي القرن الأهلي. بداية